ايه خير ستي؟ خلص ستي روقي شوي، يلا ما بطول، رح خلص شغلي واجي على البيت. شو صاير معك؟ رجع طلع السكر؟ منروح على المشفى شو هالهم؟ طيب ستي خلص روقي، انا جاي لعندك فورا، بس طولي بالك ماشي؟ رضا بيك شبك شو ما بتعرفني ولو؟ لو ماني مجبورة ما كنت بطلب منك إذن بهذا الإصرار. إيه أنا اللي بعرفك معلوم، على طول بتجي متأخرة وهندامك مو مرتب، من فوضويتك وقلت انتباهك كم غرض انكسروا وكم زبون خسرنا، وهلا بدك تطلعي بحجة إنه ستك مريضة وما بعرف شو، شو شايفتيني ولد صغير ولا غبي؟ يا رضا بيك، أنت عم تظلمني كأنك مو؟ هلا أنا عم خسرك زباين؟ يعني بدك تقول إنه الحق كله علي؟ ما خصني بهذا الحكي، الكل شافوكن، وفوق ضربتي كف، شو هالفضيحة؟ هذا الحكي مو مقبول، وهلا جاي بدك إذن بكل عين قوية. ليك رضا بيك؟ أنا ماسكة حالي كل الوقت كرمال إني ما أغلط معك، بس زودت كتير، الزبون هو يلي غلط معي مو أنا فهم، وستي مريضة لحالها، بدك أتركها تموتي قليل الوجدان مشان ما أخذ إذن؟ ولك حاجة تعيطي انقلعي خلص، ما عاد بدي أشوف وشك بالمطعم، لاقي شغل تاني وريحينا بقى. إيه خلص شغلك شبه حالك فيه. ليك احترمي حالك، أحسن ما أطلب لك الشرطة. اطلبهم إذا زلمة، ولا نصيان الضمان الصحي تبعي. شو القصة؟ فهميني شو عم يصير معكم؟ الله وكيلك عم يتبلى علي وهو مو فهمان شي. أنت بنت وقحة. ماني أوقح منك. خلص. الله ياخدك. الله يهديك يا ابني، لك وين اراضيك؟ الله بيعلم بحالته اذا صاير معه شيء. يا ربي تتلطف بهالولد يا رب. ستي يا ربي تحميه وترده سالم لبيته. يلا خدي هاي الدواء. تليفون اخي كان مسكت ساره، دقيقه ما قدرنا نحاكيه لانه تليفونه مسكت. ساره استني شوي، هلا رايحه على القهوه بركي بيكون هنيك، بشوفه بفهم منه. ردي علي ديما. لك شبكي ساره؟ بس بدي اقول لك اني شفت اليوم اخي نزار. شو حبيبتي شفتي؟ ايه وين شفتي؟ ليش ما عم يجي على البيت؟ شو قال لك؟ فهميني بسرعه يلا. اجيت لك حلا امتى عميت على الاخر، ما في لزوم، اجي على البيت وانا بخير. وهلا تذكرتي تقولي هالحكي تضربي منك له. ستي انا رايحه اشوفه بالقهوه ماشي، ما بطول. مثل ما عم قلك ديما، هو ما صار له زمان رايح من عندي، كان هون وقال لي ما تخاف سمعوه، اطمن سمعوه، والله مو صاير معي شي سمعوه، ما لقيته غير حمل حاله وراح مع الجماعة بلا ما يقول لي، يعني ما بظن بعده كتير عن الحارة. ستي رح يطق قلبها من الخوف وما بنعرف شو صاير فيه. أصلا أنا لولا زعل ستي كنت بعمري ما فكر دور عليه لهالغبي، خليني بس شوفه وألمحه، شوف شو صار فينا من ورا. ليك سمعوه؟ هو ما حكى لك شو عم يصير معه يعني؟ ما عم شوفه. والله وكيلك ما دفع أجرة البيت من 3 شهور، صار له 3 شهور. والله ما قال لي دمدومة، يعني ليش تخبي عنك؟ أنا مو عارفان شي أصلا. أوف ماشي، رح أفتل بالحارة بركي بلاقي بشي إرني، إذا ما لقيته ما بعرف شو بدي إله، سكرها رح يصير مليون. وقفي رايح معك بس تخبر الولد. خليك. دمدوم لا تروحي لحالك. دمدوم أخي، يا أخي اسمعني دخيلك، الله وكيلك رح أدفع لكم، والله ما معي مصاري، كلمتي كلمة رجال ورح أدبر لكم وأدفع لكم والله. اتركوا بحالة ولا؟ اتركني لابين الأرض نزلوها ديما. اتركوا ليه؟ لا عم بقلبك شو تبقى؟ مرت رقبتي. بعد عني يا حيوان. اوف يا منين طلعوا لي هالولاد؟ لك والله للم عليكم كل اهل الحاره وقتها بتشوفوا يا كلاب. بس مرت ولا عملكم اتركوا لاخي. الو سمير بيك شلونك؟ هذا الزلمه اذا بعناه بالغلا ما بيجيب شيء، ما له قيمه ولا شيء ابدا، شو رح نساوي فيه؟ ما معه غير 1200. لا وبيقلنا خدوه، وهلا طلعت لنا اختهم بلشه ولوله وعياط وعياط. ايه سمير لك اضرب من اخوه لسه، شو بتامرنا نساوي؟ طيب امرك سمير بيك. طيب ايه الله يلعنك شو انك. والله اخوكي لازمنا وحضره جنابك رح تضلي هون، عليكم 50,000 دين، بس تعرفي في فوائد على التاخير، فصار المبلغ 200,000 ليره، يعني معك 24 ساعه، دبري المبلغ فيهن، واللي بتحب اخوها فيها تدبرون. الله ياخذك. الله ياخذك يا كلب. شلون 200,000؟ العمر شبل على 200,000. كذابين انتو. عملكم لو انا اخذينه لا الله ياخذكم. شو عامل؟ فهموني. خلص اتركوني. اتركوني بقى. قولوا لي زهر عم تسمعوا، اتركوا له. بعدي احسن لك.
بنتي إذا كتير خايفة على أخوك جيبي 200,000 ليرة وتعالي خدي. خلاص روحي على البيت. خلاص اتركيه. أكيد أخوك ما بيسوى هالمبلغ بالمرة، بس شو نساوي؟ نحن موظفين والمعلم هيك بده، لأنه وصلت معه لهون من أخوك، فهمتي؟ لك يلعن أبوكم كلكم. لا تتأخري. نلعي. شو عامل؟ يا نزار ديما اتركوا يا قليلين الشرف، لا تخاف ديما. ديما خلص روحي على البيت. خلص بيتك يهمني ديما. يا ربي دخيلك شو اللي وقعنا بهالمصيبة؟ من وين بدي اجيب 200,000 انا؟ كيف رح اقوم في هالمصاري؟ والله ما تسمع ستي لتنجلت، شو بدي ساوي؟ شو بدي إلا؟ يا ربي دخيلك خليك معي. بهيك وقت بتبدأ لعبة القدر، ونحن مشغولين بمشاكلنا، في حدا تاني بمكان تاني بيكون عم يفكر كيف بده يقدم الحل. شبك ستي؟ شبك شو شايفتيني سلة زبالة اللي تكبي علي القشور؟ اي معناها انت لا تعدي مطرح ما عم فصفص بزر. ها؟ رجعت اختك؟ يا الله الله يجيرنا، راجعة بلا اخوك. فزي امي، امي افتحي لاختك بسرعة. شوفوا شعرك، شوفي ليش ما اجى اخوكي؟ تيتي رح احكي بس بدك تروقي. قلك خلصنا، فهميني شوفي. اخي ممسوك ستي، فتت بيناتهم حاولت خلصوا من ايديهم بس ما قدرت. جماعة طلع لهم دين برقبة اخي 200,000 ليرة. الله وكيلكم، كنت عرفاني ما رح يجيب اخرتي غير هالولد. منين بدي جيب كل هالمصاري؟ منين بدي أمنهم؟ يعني مثل ما فهمت هو ورفيقه كانوا ناويين يفتحوا شغل، والظاهر انهم كانوا متفقين انه راس المال والمصاري كلها من عند اخي. اخ من له راس المال؟ شفتي اخوكي وين وصل؟ ووصلنا هو رفيقه تبع المشروع اخذ كل المصاري اللي كانوا موجودين وهرب فيهم واختفى. طبيعي اخي راح بين الرجلين والجماعه اخذوا منه كل شيء حتى اجار البيت اللي مجمعه. تخيلي. بتعرفي شو قالوا لي؟ تاخذي لاخوكي جثه اذا ما جبتي المصاري. اخ الله يسامحه، الله يسامحه ويتلطف فيه. تيتي حاسه حالي رح موت. تيتي اهدي شوي روقي. اخ يا نزار، اخ على هالمصيبه شو بدنا نساوي؟ ليش هيك صار؟ شو علقك بهيك ناس؟ شايفنا نحن ادن. الله يسامحك، الله يسامحك. خلص كل شيء بينحل. ديما ديما كيف بدنا ندبرها؟ شو بدنا نساوي بهالمصيبه؟ من وين بدنا ندبر هيك مبلغ نحن؟ صحيب بيأكلوتي. شو قلتي؟ دخيلك ستي شو هالاقتراح؟ أصلاً شو بدهم يعملوا بكل وقت واحدة عمرها 70 سنة؟ ليكي أنا مجمعة هدول خديون ووفي الدين ديما. دخيل قلبك أنا، تعي لعندي تعي تقبشيني. أنا بس موت، خلي البلدية تتكفل بمصاريف الدفن. كنت مجمعة هالمصاري حق الكفن والقبر. لا تقولي هيك، الله يطولنا بعمرك. آخ منك يا نزار. هدول المصاري كل اللي معنا، يعني إذا أخذونا ثلاثتنا ما رح يطلع حقنا قد المبلغ اللي بالدنيا.